تلا وصحت ما لقيتهوش جارها هتتجن. يا واد انا هاكله، ده انا هلعب معاه شوي، وبعدين انا عايزه اتكلم معاك. تحت امرك، قولي يا عمتي. عايزاك تاخد الواد وتروح لامك. هي اللي قالت لك؟ مش لازم ان هي تقول لي، اكيد هي عرفت ان ريتال ولدت. عايزاك تاخد ابنك وتقول لها انا جايبه لك يما عشان ياخد بركه دعائي، وبصنعه لطفك ده تحنن قلبها على اخوك مروان. عيني يا عمتي. تسلم عيونك يا حبيبي. كنت عايزه اتكلم معاك يا حسن. فين الواد؟ قول يا مفيد. ابني فين؟ تعالي يا ريتال. اجي فين انا؟ خدت الواد ليه؟ اوعي ما تلمسيش ابني ولا تيجي جنبه. عارفه لو جيتي جنبه وانت، ايه اللي خلاك تجيبي الواد هنا؟ مش خايف عليه؟ مش ابنك ده يا حسن ولا عشان ابن ريتال؟ جرايه يا ريتال، ما تنقي كلامك. انا ايه كلامي ازاي يعني؟ البنت دي ما تلمسوش تاني، مستغنيه عني انا؟ سيبها سيبها يا حسن، بقول لك سيبها، اوعى تتكلم معاها ولا تتعارك. دي مسكينه ما عرفاش قيمه النعمه اللي ربنا مديها لها، ولا قيمه العيشه اللي هي عايشاها. وانا مش زعلانه، بالعكس اقول لك هي الدهره ريحتني. اصلا انا كنت هعمل للواد عبد الله ده كل اللي هو عاوزه، كاني بربي اتنين. هي جابتها من عندها وريحتني. اتدلعي يا اختي اتدلعي، اعملي شويه المسخره اللي جريتي بيهم رجله. ريتال امشي من قدامي دلوك. ايه خايف على احساسها قوي؟ هو انا قلت حاجه غلط لا سمح الله؟ بقول لك ايه، ما تخليش زرابيني تطلع. بالراحه عليا يا حسن، انا لسه والده، ولا يعني زعلها اهم مني؟ انا مش هرد عليكي. وانت تقدري تردي يا اختي؟ ده انا كنت قطعت لك لسانك. ريتال يلا امشي. امشي اروح فين ان شاء الله؟ بقول لك امشي، انا مش ناقصه وجع راس. خدي جوزك يلا ومشي، همالينا. يلا قدامي. نوع قدامي. عايزاك يا مفيده. حسن ما تنساش اللي قلت لك عليه، امك عايزه تشوف